السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة محشوبة أم فاروق. هاد النهار هذا درت معكم بقلاوة، كاين اللي يقول لها بقلاوة كاين اللي يقول لها بحلاوة. فوالا بقلاوة سهلة وزوينة، تقدروا تشريوها العجينة إلا ما عندكمش الوقت ولا شي حاجة تشريوها، ومن الأحسن يعني راه تعذب اللي عنده لا باسيون يديرها، واللي ما عندوش لا باسيون الصبر ما يديرهاش، لأنها الوراق ديالها من تبداو تقطعوها كتبدا تطير. المهم هي راها زوينه وكروستيون، غادي نسمعوا ندوق او تسنى دوق. ها سمعوا راها كروستيون. بسم الله. المهم الكاطو راه داق الراجل ديالي وعجباتو الحلاوه هذيك، نتوما يتحكموا فيها، واخا انا عطيتكم القياس ديال السكر شحال ديروا ولا هادي وهادي، نتوما اللي تحكموا فيها، بغيتو ديروا موا ولا بلوس داكشي كيرجع لكم. فوالا هنا عندي لو نوا 200 غرام ديال لو نوا، قطعته ماشي بلاشوار غير بالموس هكا باش يبقاو عندي طريفات شويه صحاح. ما بغيتوش يكون غبره بزاف. عندي كيلو قل ربع، عندي 750 غرام ديال اللوز لي زاموند 750 غرام، ماشي غبره، ماشي فيه دي مورسو كوم سا، خصو يكون بهذا الشكل هذا. وعندي هنا 200 غرام ديال لو نوا، 200 غرام 200 غرام ديال القرقاع، و 750 غرام ديال اللوز، ولكن انا غنخلطهم وما غنستعملهمش كاملين، ممكن نستعملهم ممكن لا، لان ما كنبغيش هاد الكاطو اللي غندير ما كنبغيش يكون عريض بزاف وبحرمان التوب باش ناكلو، غدا نديرو شويه ما يكونش غليظ بزاف. وهذا القرقاع قطعته بالموس باش يبقاو مرسوات نحسوهم فوق الماكله. غندير حساب معلقه صغيره ديال القرفه، ها هي هنايا تحذفت ليا واحد اللقطه اللي درت فيها القرف، درت فيها المزهر، درت 5 معالق تاع المزهر وجوج معالق تاع العسل، العسل طبيعي، والقرفه درت معلقه صغيره وخلطتهم باش يتخلطوا هكا ماشي بهادي كيتخلطوا بليد. خلطتهم مزيان وهنا وريتو لكم دابا. ومن بعد غناخذ الطاوة ديالي غندهنها بالزبده بحال هكا، الزبده ديال الطوريق ما فيهاش الماء بهذا الشكل هذا، شفتوا ما فيهاش الماء. ندهن الجناب ديال الطاوة، هنايا درت 2 فاي دو بات فيلو وخصني ندهنهم دهنة خفيفة بحال هكا بالزبدة اللي هي حيت دابا مع البرد الزبدة زعما بزربة يعني تقصاح بواحد السرعة قوية. هنا خديت درت جوج في الأول وهاهما جوج ورقات بات فيلو هكا، نسرحهم قادين مع بعضياتهم، مرة هاد الجهة مدوبلة مرة هاد الجهة مدوبلة، وغدا ندير هكا ونحاول نزرب، لأن إلا خليتها دقيقة راه كتجمع الزبدة كتولي بحال مع عندنا البرد بحال في الكونجيلاتور، ولكن هي ملي غتدخل الفغار راه غدا تسيح غتمشي باغتوكو بهاد الطريقة هادي. وغدا نزيد يعني درت 6 الورقات، غادا نزيد 2 خرين، هاد المرة درتها من هنا، المرة اللي فاتت درتها من هنايا ودابا درتها من هاد الجهة. هكا هنا غادي نكب النص ديال هاد الخليط اللي عندي وغادي نحاول نديعو ونشوف السمك اللي بغيت انا.
مبغيتش نديرها غليظه بزاف، ولا هذاك الشيء الصني ديالي كان كبير وخصني ندير هذاك الشيء كامل، راه غنديرو كامل. هنا راه درت لي زاموند اي لي نوا تو دون ان سول كو. نبدا نزيد في الورقه من الفوق. هنا خديت جوج ورقات بهذا الشكل هذا، غادي نطويها واحد الطيه صغيره ونحطها هنا، وراها فراجيل خصنا نتكيسو عليها في الوقت اللي كنكونو نحطوها. معليش هادي جات لتحت، معليش. كيما هكا بهاد الشكل، والمرة الجاية هاديك التنية تكون من هاد الجهة. ندير جوج ورقات باسكو كتجمد بالزربة هكا. وناخد هادي اللي بنيت، ولا لقيتو الورقة مقطعة خصكم ديروهم لتحت ولا لداخل، ما تخليهمش من الفوق باش ما تجيكمش معيبة. وعلى هكا بهذا الشكل هادو الجناب معليش واخا يبقاو هكا او تتنيوهم بحال بحال، المهم كلشي غادي يتكال ملي غتجبدو تقادوها تقطعوها، كلشي لا هادو اللي زايدين لا هادو كلشي غادي يكون زوين. المهم نديرو هكا بالزربه، الزبده كتجمد لينا بالزربه هكا. وهذه الزبده ديال التوريق اللي ما فيهاش الماء نهائيا، الا قلتها شحال خطره. نديرو هكا دونك غادي نزيد هادو اللي بقاو كل مره جوج، هادو فيهم ثلاثه ناخذ غير جوج، وغادي نطويها هكا على حسب واحد الطريف، ولكن نحطو من هاد الجهه هادي. اوب اوب تقطعت، ولكن غزمو باقا عندي وحده اخرى. غادي ندير لهم هكا استنى بهذا الشكل هنا، ونسرحها هكا باش تكون قاده، وغنديروا لها الزبده كما درنا في الاول هكا. هنا هاد لاباط فيلو ماشي بحال اللي لاباط اللي كنعجنو حنايا، كتكون ساهله هادي شويه واعره. غادي نحاول نقطع سوغ لو كوتي ديال فين كاين العماره بحال هاد الشكل كيما نقولوا على الحافه تاع الطاوه بهاد الشكل، لي كات كوتي فوالا. خصنا نتسايسو معاها فوالا. هنا تقطعو على حساب داكشي اللي بغيتو، ولكن لاباط فيلو راه ماشي ساهله للتقطاع. من الاحسن يعني صراحه نديرو لاباط في الدار ديالنا، انا اول مره كنلقى هاد، ماشي اول مره كندير القلاوه بهاد الهباط هادي، ماشي سهله. مازال الحوايج الاخرين لي سيغار وداكشي ساهلين، ولكن البقلاوه كتجي واعره ملي كتبغي تقطعيها، خاصها دار العجينه ديالها نيشان. هنايا كنديروا التقطيعه الاخيره على حساب الطاي اللي بغينا. علاش قلت لكم هاد الورقه راه واعره باش تقطعوها، خصكم حذاري تردوا البال منها. فوالا ماشي سهله، من الاحسن تكون عندنا العجينه تاعنا.
لا ما الله لك تعصب. انا اول مره كندير البقلاوه بهذه، انا ما دايرهش البقلاوه الاخرى، درتها بالعجينه. هنايا راني زابيت الفيديو تاني. المهم ملي كملت لها تقطع دهنوا كل شيء، ماشي دهين، ترشوا بهذه الطريقه هذه الزبده، تقريبا 200 غرام ديال الزبده كل شيء، يعني من الاول للاخر. وهاد الجناب ما تنساوهمش حتى هما، دهنوهم باش يطيبوا حتى هما كيتكالوا هكا الشكل هكا باش يطلعوا. كيطيب رجع معاكم البنات. البقلاوه ديالنا ها هي وجدات، غادي نسقيها بالعسل نفوقها بحال هكا هكا. والعسل كما كنقول لكم، العسل اللي عندي راه طبيعيه، واللي بغى يديرها بالعسل ديال السكر اللي كتخرجوا شي حاجه يديرها، باسكو العسل ديال السكر كنحاولوا نهربوا منه، ولكن الا ما عندناش الشوا راه غادي نديروه، ما عندناش الشوا. هنا غادي نقطع معكم البقلاوه. حنا راه قطعناها في الاول، وهي ملي كتعسل وداكشي كتزيد بحال كتشد مزيان، وراه على سبا من الاحسن ديروا الورقه لروسكم، لان هاد الورقه ديال الا ما كانش عندكم لا باسيون ما ديروهاش، واعره هاد لا بات فيلو، يا ديروا بها سيغار بقلاوه سيغار، يا ما ديروهاش هكا. هكا سي متعبه، يعني صراحه ماشي سهله باش ديري بها البقلاوه هاد الورقه، خاص يكون ماشي عندك الصبر، عندك فايت الصبر ليه باش ديريها.